يعني هذه رسالة منك صحفي لهذه المؤسسات، يعني باش ينتبهوا لهذا المجال ويقوموا بعملية التسويق بالتنسيق مع ناس مختصين. هكذا ما يقعدوش غير مع احترامي لكل مصممي الأزياء اللي يخدموا في اللباس التقليدي، أنا من أشد المحافظين على التراث الجزائري. يعني لازم يكون تنوع. لازم يكون تنوع. دوكا الشباب الجزائري عباك ولات عندنا عقدة، نهضر على الشباب لي جون، عندهم عقدة المنتوج الوطني. دوك انت تجيب له مثلا قميص تقول له هذا تخدم في الجزائر، تجيب له قميص نفسه نفس اللون نفس النوع وتقول له هذا تخدم في تركيا، يشري التركي. حتى ربما جوده افضل حتى جوده افضل ما يسيش حتى يجرب الجوده، يقول لك هذا الشيء نقدر نغيره حتى من خلال مشروع ثقه. مشروع ثقة. اغلب الشركات التركيه تستثمر في الجزائر، يحل الشركه تاعها في الجزائر وعندهم مصنعين العمال تاعهم كلهم جزائريين، لكن تشوف الانتاج تركي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.